النهارده الرئيس عدلي منصور اصدر قرار بقانون بخصوص تعديل بعض احكام القانون رقم 73 لسنه 56 الخاص بتنظيم مباشره الحقوق السياسيه. النهارده السفير ايهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسه شرح موضوع تعديل القانون ومغزى هذا التعديل، وقال انه هيستهدف التيسير على المواطنين في الادلاء باصواتهم، وهيتيح الفرصه للغالبيه العظمى من ابناء الوطن ان هم يقوموا بالإدلاء برأيهم في دستور مصر القادم، أخذا في الاعتبار ما قد تفرضه ظروف واعتبارات مختلفة لتواجدهم في محافظات تانية غير المحافظات الكائنة بها دوائرهم الانتخابية. وقال السفير إيهاب بدوي كمان ووضح أن القرار بقانون بينص على أنه هيضاف للمادة رقم 32 من القانون الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية فقرة تانية هيكون نصها أنه في حالات الاستفتاء يجوز للناخب اللي بيتواجد في محافظة غير المحافظة اللي بيتبعها محل إقامته الثابت في بطاقة الرقم القومي أنه يبدي رأيه قدام لجنة الاستفتاء المختصة في المحافظة اللي متواجد فيها. ده هيكون وفقا للضوابط اللي هتحددها اللجنة العليا للانتخابات، وفي الحالة دي أمين اللجنة هيثبت البيانات الواردة بالرقم القومي في كشف مستقل. هيكون الكشف ده محرر من نسختين هيقوم بالتوقيع عليهم رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة وأيضا أمين هذه اللجنة. معنا على التليفون دكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ورئيس وحدة الانتخابات في المركز. برحب بحضرتك معنا يا دكتور عمرو. أهلا وسهلا بحضرتك. علشان الموضوع ده مهم يا دكتور، ويمكن كان في مشاكل كتيرة بالنسبة للوافدين للمغتربين، فنفهم مع حضرتك تعديل القانون ده بينص على إيه ومعناه إيه بالنسبة للمواطن العادي؟ هو بينص على إمكانية تطويق المغتربين في أي محافظة في المحافظة اللي هم شغالين فيها. لكن طبعا هذا الأمر على الرغم من النوايا الصادقة والسليمة لمن أصدره، إلا أنه هيثير ارتباك للغاية، ارتباك كبير للغاية، وهيؤدي إلى عدم الشفافية. ليه؟ في عدم الشفافية في إجراء العملية الانتخابية على الإطلاق. ليه يا دكتور؟ لان اولا ما احناش انا مش مطالب ان انا اثبت للمشرف على العمليه الانتخابيه اللي هو القاضي ان انا مغترب. فطبعا اي حد هيصوت في اي مكان فتقريبا هيلغي السجلات تماما، السجلات او قاعده البيانات اللي معموله على في كل لجنه هيلغيها بشكل عملي، وده هيخلي اولا يعمل حاله ارتباك المعفي والمحروم والموقوف من ورش الحقوق السياسيه هيقدر يصوت. نمره اثنين هيجعل اي حد طبعا حضرتك بتقول لي حتى المحروم من ورش الحقوق السياسيه يقدر ان هو يصوت وفقا لل لانه موجود في السجلات لكن مش موجود في البطاقه انه محروم. نمره اثنين اللي من 16 ل 18 سنه ملوش حق التصويت ممكن يقدر يصوت، والا بقى القاضي هيقعد يعد ازاي يا دكتور؟ مش اللي هيدخل علشان يدي صوته معاه بطاقه الرقم القومي موجود فيها، اولا هو ساكن فين، سنه ايه؟ القاضي مش هيقعد كل شويه يبص ان هو بلغ 18 سنه ولا لكل واحد. طبعا المشكله الكبيره كمان بقى لو حد بقى من جماعه الاخوان المسلمين وراح صوت مثلا في شرم الشيخ، هو شغال في شرم الشيخ وراح تاني يوم صوت في بلده، وهنا وصور هنا تصويته وهنا صور تصويته على الموبايل، وهيرجع بعد كده طبعا في وسائل الاعلام. امال فين الحبر السري؟ الحبر السري بيطلع بعدها بثلاث اربع ساعات ما بالنا باليوم التالي، بيطلعوه بحاجات تانية، بيقول لك بيطلعوه بالبصل وبيطلعوه بالبرتقال وبيطلعوه بحاجات يعني بعدين بنتكلم على تاني يوم. الحبر ده الحبر ما بيقعدش خمس ست ساعات بالوسائل العاديه، فطبعا مشكلة كبيرة للأسف يعني. طب يعني نحلها ازاي؟ قصدك كان مطلب جماهيري ناس كتيرة كبيرة جدا جدا، يجب الطعن على المسألة. ألو. طب يا دكتور عمرو، موضوع انه هيبقى فيه للأسف الخط قطع، نحاول نكلمك مرة تانية دكتور عمرو. معانا كمان على التليفون سيادة المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق. يا سيادة المستشار أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. أهلا وسهلا. رأي حضرتك إيه في التعديل اللي تم النهاردة؟ هو بداية الأصل في حق المواطن في الإدلاء بصوته سواء كان بالاستفتاء أو في الانتخابات البرلمانية أو الانتخابات الرئاسية هو أن يتقدم المواطن إلى اللجنة التي يوجد فيها اسمه في كشوف الانتخابات ومعه بطاقة الرقم القومي الخاص به، ويقدمها إلى أمين اللجنة
الذي يتأكد من صحة وجود اسمه في كشف الناخبين وصحة رقم البطاقة الرقم القومي الوارد أيضا في كشف الناخبين ويسلمه بطاقة الانتخاب ويجلي بصوته. هذا هو الأصل. تمام. واللجنة العليا للانتخابات لم تعتمد في إثبات الشخصية إلا على بطاقة الرقم القومي، وحتى بالنسبة للمغتربين في الخارج اشترطت أن يكون جواز السفر الذي يتقدمون به في حالة عدم وجود بطاقة الرقم القومي ثابت فيها الرقم القومي. بطاقة الرقم القومي. أما في الاستفتاءات فالأمر يختلف. الاستفتاءات من المعروف أن هناك أكثر من 20% من المواطنين أصحاب الحق في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاءات يقيمون خارج مقر إقامتهم الأصلية التي تم استخراج بطاقة الرقم القومي منها. يعني هناك كثير من العاملين أساسا كانوا مولودين في سن 18 سنة في أسوان لكنهم يعملون في القاهرة أو الإسكندرية أو السويس أو غيرها، فهؤلاء يقيمون في غير وما غيروش محل الإقامة في البطاقة، والعادة أنه لا يغير محل إقامته لأنه في الانتخابات البرلمانية يحب أن يدلي بصوته في بلده. صحيح. تشجيعا وتأييدا لمن يرى أنه يمثله في الانتخابات البرلمانية. أما بالنسبة للاستفتاءات بنعم أو لا، فالقاعدة كانت قديما في عهد عبد الناصر وفي عهد السادات وفي بعض فترة مبارك السابقة كان هناك لجان للوافدين، بمعنى أن كل مواطن يقيم خارج دائرة موطنه الأصلي في محافظة أخرى يسمح له بأن يشارك في الاستفتاء في لجنة اسمها لجنة الوافدين، وهي عبارة عن صندوق انتخابي يوضع مع الصندوق الرئيسي يتوافد فيه كل من يقيم أو يتواجد سواء بصفة دائمة أو بصفة عارضة في بلد غير البلد التي استخرج منها بطاقة الرقم القومي ليتمكن من الإدلاء بصوته في الاستفتاء، لأن الاستفتاء الأصل أنه جميع المواطنين يتعين أن يؤدوا أصواتهم الانتخابية وأن يدلوا بدلوهم فيه، وكان هذا مطلب للجماهير ومطلب أساسي، لأنه لا يمكن أبدا أن نستبعد أكثر من 25% من الكل. طيب بس أنا عايز أفهم حضرتك حاجة يا سيادة المستشار، يعني اللجان الخاصة بالوافدين هتبقى حاجة مختلفة غير أن أنا متاح لي أن أنا أروح أصوت في أي لجنة؟ لا يا سيدتي، اللجنة واحدة، القاضي واحد واللجنة واحدة، بدل تمام. أن يكون في اللجنة صندوق واحد يكون فيها صندوقان، صندوق للناخبين الأصليين الواردة أسماءهم في كشوف الانتخابات في هذه اللجنة، وصندوق آخر مجاور يكون للوافدين، وعادة الوافدين يكون عددهم قليل وليس عدد. طيب التخوف اللي اتكلم عنه دكتور عمرو انه يتم التحايل او ان الواحد يروح يصوت في اكتر من لجنة، هذا القول ربما يكون في ظاهره صحيح، ولكن علاجه سهل للغاية. هو أننا يجب على اللجنة العليا للانتخابات، هذه مسألة تنظيمية وليست من الناحية القانونية، ما يصدرش بها قانون. اللجنة العليا للانتخابات عليها أن تحرر إقرارا على المواطن الوافد أن يوقع على هذا الإقرار بأنه لم يسبق له أن قام بالانتخاب أو بإجراء الاستفتاء في أي لجنة أخرى في جمهورية مصر العربية، وأنه في حال الثبوت أنه أدلى بصوته في أي لجنة أخرى فإنه سوف يتحمل مسؤولية هذا الفعل. بس نتأكد إزاي بعد كده؟ التأكيد بعد كده، بعد انتهاء الانتخابات بيتم فرز الأصوات سواء في اللجنة الفرعية ثم تجمعها في اللجنة العامة ثم إبلاغها إلى اللجنة العليا للانتخابات. على اللجنة العليا للانتخابات أن تأتي بكشوف الوافدين على مستوى الجمهورية وتقوم بتجميعها وإرسالها عن طريق الكمبيوتر وفحصها بواسطة مضاهات هذه الأسماء مع كشوف الناخبين على مستوى الجمهورية لتبيان ما إذا كان أي من هؤلاء الناخبين قد أدلى بصوته في أكثر من لجنة.